فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: لدي طفلة في الصف الثالث الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن، وتعطى مكافأة شهرية من الدولة. سؤاله: هل في هذه المكافأة لهذه البنت زكاة؟ نعم، إذا اجتمع عندها ما يبلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول تجب الزكاة على الصغير والكبير، لأنها حق في المال، ولذلك تجب في حق اليتامى، في مال اليتامى وفي مال القصة تجب فيها الزكاة، لأنها حق في المال وفي أموالهم حق معلوم دون نظر إلى مالكه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وأنا أقوم الآن بحفظ هذه الأموال ولا أعطيها حتى تكبر لكي لا تعبث بها، يقول هل هذا خطأ مني أم يجب علي أن أسلمها إياها؟ تنظر في مصلحتها، تعطيها حسب مصلحتها ولا تعطيها شيئا لغير مصلحتها. نعم، أنت أمين عليها. نعم.